ويعلن التحدي ويعلن التواصل، وأيضا من خلال هذا المسار، من خلال هذه البداية الأولى التي تعلن هذه البداية هنا مع نادي دبي لسباقات الهجن، والذي يقدم جديد أيضا في فن الإدارة وتقديم أيضا كل المساعدات للأخوة المشاركين من خلال التواجد في انطلاقات هذه البداية الأولى واندفاع رياضتنا العربية الأصيلة. أيضا يسير إذا على بركة الله مشاهدينا الكرام شوطنا السابع والذي يعلن هذه البداية، وأيضا نتواصل مع الزميل سعيد بن راشد العويسي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تواصل اشواطنا، شوط المركز السادس في هذه اللحظات ايضا ياتينا شاهين ونهيان بن سعيد بالكيل العامري هو اللي في المركز السادس، والمركز السابع هنا التواجد هملول منصور بن عبيد بن سالمين المنصوري، والمركز الثامن هنا المركز الثامن. تهانينا مشاهدي متابعينا الكرام، متابعي شاشة دبي ريسنج في هذا اليوم الجميل في أول أيام هذا الموسم الجميل، هذا هو شاهين أحمد بن سلطان بن رشيد. تهانينا على هذا الفوز، على هذا الانفراد، على هذه لحظات الناموس والفوز. تهانينا بينما يصل في المركز الثاني مشاهدي الأعزاء سراب لحمدان بن عيلان بن واس، وصل على ثاني المراكز، والمركز الثالث لسعيد بن حليس العويسي، بينما المركز الرابع لسالم بسعيد بن منانة. عموما على كل حال بقية المراكز لجنة خط النهائي لها متابعة في بقية المراكز. نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود إلى التوقيت الزمني، هذا هو شاهين قطع المسافة في 6 دقائق 9 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا أحمد بن سلطان بن رشيد على هذا الفوز المستحق والجميل، بينما وصل سراب في المركز الثاني قدم أداء كذلك رائع. حمدان بن عيلان بن واس قطع المسافة في 6 دقائق و14 ثانية وفان وتماما، بينما المركز الثالث اللي وصل في المركز الثالث هملول سعيد بن حليس العويسي قطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق و17 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لكل الفائزين بالمراكز المتقدمة.